يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض رز بكبد وقلوب الفراخ، وبعد كده هنعمل كوكتيل الجوافه والموز. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا بصل، عندي ريحان، فلفل احمر الوان، وفلفل حامي اختياري طبعا لو مش عايزينه نشيله، عندي توم، جنزبيل، شويه من بذور الشمر، عندي شويه من البابريكا، القلوب، الكبده، شويه من الرز، وشويه من الميه. طيب على طول كده هرفع الطاسه بتاعتي على النار، هنزل بشويه من الزيت، هديها فرصه بس الزيت بتاعي يسخن. ابتدي كده الاول الجنزبيل اهو، عايز اخد منه شريحتين، بعد كده هناخدهم جوليانات رفيعه كده. هنزل بالبصل، ثوم، الجنزبيل، انا كل ده منزلهم بيسخنوا مع الزيت صح؟ يعني ما استنيتش الزيت يسخن الاول اهو. رشه من الملح، رشه من فلفل اسود، وبذور الشمر. عندي سباتيولا هنا اهي، عندي تقليبه كده الكلام ده كله، اتاكد بس ان الزيت وصل له. ازود سنه زيت لو عايز. نبتدي نحضر الفلفل بتاعنا، بس انا مش عايز البصل يغير لون، انا دوبك بس عايزه يدبل معايا، وابتدي انزل بالكبده والقلوب. جيب الفلفل الحامي، نعمل قرن واحد بس كفايه ما يبقاش زياده، تقريبا كده. اول ما الاقي الريحه بتاعه التوم طلعت كده وابتدت تعدي، على طول هنزل بالكبده، قلوب، والبابريكا. هنقلب ونسيبهم كده لحد ما ايه الكبده بتاعتي تغير لون. افردها كده كويس، ونديها فرصه. هنزل بالفلفل حامي، فلفل الوان، ندي تقليبه حلوه، ابتدت خلاص اهي الكبده تغير لون، قدامها دقيقه كمان. طبعا انا مقطعها صغير عشان تستوي معايا اسرع، لو كنا منزلينها صحيحه كانت هتاخد مننا شويه وقت اكتر من كده. على الكلام ده ورق الريحان، وبقطعه بايدي اهو
ولا بفرمه ولا حاجة، بس بقطعه بإيدي كده عشان يطلع الزيوت اللي فيه كلها. اول ما الاقي الكبده عندي كلها غيرت لون اهو، هنزل بالرز، نقعد نقلب كويس قوي بقى، انا عايزه ياخد من طعم كل الحاجات دي قبل ما انزل بالمية. خده تحميره كده سريعه، نقلب كويس قوي كل المكونات. ايه سلم على بعض كده، مساء الخير ازيك، مساء الخير ازيك، ويربطوا مع بعض. عندي غطا هنا جاهز، وعندي هنا شويه ميه وانا كمان غليهم من الكتل عشان ننجز اكتر. هنزل بالميه يا دوبك اللي ايه يغطي كده الرز. قلب تقريبا كده، نوزعه اهو، هوطي النار وهغطي عليها، هنسيبها كده لحد ما الرز بتاعنا يتشرب الميه كلها ويطلع بقى شارب الطعم ده كله. خلينا نطلع اخطف فاصل في السريع على ما الرز بتاعنا يستوي، نرجع نقدمه ونعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا الرز بالكبد وقلوب الفراخ وسبناه يخلص سوا. بصوا بقى كده ايه، بصوا الحلاوة على طول كده، طبق التقديم بقى مفلفل، واخد الطعم بتاع القلوب والكبده وريحته حاجه فظيعه. وزي ما قلت لكم القرون الشطه اختياري جدا، لو مش عايزين مش لازم. يبقى كده عملنا مع بعض رز بكبد وقلوب الفراخ. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كوكتيل الجوافه والموز. عندي شويه من الجوافه الفريش، شويه من الموز، شويه من مكعبات التلج، عسل وميه او سكر او ما نحطش خالص زي ما احنا عايزين. هبدا الاول بشويه مكعبات التلج، مش كتير، انا مش بعمل سموذي فمش هحط كتير. هنزل بالجوافه، هنزل بالموز، عندنا شوية موز وقع في المية مش مشكلة هننقذه اهو. هنزل بالعسل، وأخيرا هنزل بشوية من المية. نضرب على كده ونشوف لو كان نزود.
عظيم جدا. حسيت التقديم. بصوا بقى القوام، الجوافة بتدي القوام الكريمي لوحدها غير أي حاجة. شاليموهاتنا الظريفة، ونبقى عملنا كوكتيل الجوافة والموز، وعملناه مع الرز بكبد وقلوب الفراخ السبايسي كده. نبقى وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. كالعادة زي ما دايما بقول لكم، ما تنسوش تحبوا بعض. السلام عليكم.